مش هنبعد شويه عن صحه المصريين. دكتور احمد عماد وزير الصحه قال ان قانون التامين الصحي الجديد اللي بينتظره طبعا المصريين كلهم بيتضمن ماده بتنص على علاج المواطن المصري في الخارج. ده جه خلال كلماته خلال حفل تخريج الدفعه 48 من كليه طب طنطا، واشار الوزير الى توجه القياده السياسيه بالاهتمام بتطوير منظومه الصحه على مصر في مصر على مدار الثلاث سنوات الماضيه. والفتره اللي فاتت زي ما قال وزير الصحه شهدت افتتاح حوالي 35 مستشفى بتكلفه اجماليه وصلت الى 4 مليار و300 جنيه، لافتا الى ان تكلفه سرير الرعايه المركزه الواحد يعني بيصل إلى 500,000 جنيه.